لو عايز تتعلم انجليزي في 3 دقايق بس، الفيديو ده هينفعك جدا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا متفقين ان اللغة التانية او الانجليزي عقدة لناس كتيرة جدا، وبنحاول نلجأ للكورسز او المراكز اللي بتدي كورسز عشان ناخد كورسات انجليزي ونشوف بقى المستوى بتاعنا ايه، ليفل 1 ليفل 2، وفي الاخر بينتهي المطاف اللي احنا بنزهق، او في مننا بيكمل بس اكتريتنا يعني بيزهق وبيقعد في البيت وبنرجع نقطة الصفر تاني. ده غير طبعا ان طبعنا اصلا ما بنحبش الحاجة اللي بتتفرض علينا، يعني ما بنحبش مثلا المذاكرة عشان مفروض علينا. لما بنيجي مثلا نروح مثلا مراكز الكورسز دي فبيدونا مثلا كلمات نذاكرها وحاجات نذاكرها كده جرامرز والكلام ده، فبيفرضوا برضو علينا برضو عشان الامتحانات والكلام ده اللي بتبقى في الكورسز يعني والكلام ده. وانا اولكم اصلا، احنا كلنا اصلا كده، احنا كلنا مش بنحب المذاكره، ولو جيت فكرت اصلا في اي حاجه بتتفرض علينا ما بنعملهاش او بنعملها واحنا مغصوبين عليها. فمن هنا بدا يحصل اصلا مشاكل عندنا في اللغه الثانيه او الانجليزي اللي احنا مش عايزين نذاكره عشان مفروض علينا اللي احنا نذاكره في الدراسه. فالنهارده انا جايب لك ابلكيشن حلو جدا ويعتبر هيخليك تحسن الانجليزي بتاعك في 3 دقايق بس. الابلكيشن ده اسمه تيد، موجود على اندرويد وعلى الايفون وعلى البي سي، ممكن تدخل عليه من اي حته. فكره الابلكيشن حلوه جدا، انت بتعمل سيرش على الحاجه اللي انت بتحبها، اذا كان رياضه او اي حاجه انت بتحبها، مجال انت بتحبه، اي حاجه، فبيجيب لك مجموعه من الفيديوهات، في منها القصير وفي منها الكبير، بس احسن لك عشان ما تزهقش تتفرج على القصير الاول اللي هم بيبقوا 3 دقائق 4 دقائق، اكترهم خالص بيبقى 5 دقائق. فبتفتح الفيديو عادي جدا زي اكنك بالظبط فاتح اليوتيوب. وفكره ان انا قلت لك تتفرج على فيديوهات قصيره اللي هي 3 دقائق او 4 دقائق عشان احنا اصلا هنتفرج على الفيديو ده 3 مرات. هنشغل اول مره الفيديو ونشغل الترجمه العربي من تحتيه عشان نعرف الفيديو اصلا بيتكلم عن ايه، ونركز في الكلام العربي كويس جدا ونفهم الموضوع بتاع الفيديو كله بيتكلم عن ايه. تاني مره بقى هنشغله بالانجليزي عشان نقارن الكلام العربي بالانجليزي ومخنا يركب الاثنين على بعض. تالت مره بقى نشغل الفيديو من غير اي ترجمه خالص ونسمع صوت اللي بيتكلم ازاي. وانا بمنتج الفيديو اكتشفت ان انا نسيت حاجه مهمه جدا اقولها. بعد ما تخلص موضوع الثلاث دقايق وتتفرج على الفيديوز بتاعك براحتك جدا، وبعد ما تخلص الفيديو 3 مرات زي ما قلنا كده في الفيديوز، اهم حاجه من كل ده خالص واهم من الابلكيشن واهم من كل ده، الكلمه اللي انت هتطلع بيها او الكلمتين اللي انت هتطلع بيهم في الفيديو في اليوم حاول تقولهم في وسط كلامك، حتى لو مع اصحابك اي حاجه، تاخد تريقه في الاول عادي جدا. بعد سنه او بعد 5 شهور او بعد 6 شهور على حسب بقى انت هتواظب على البرنامج ده او على الابلكيشن ده او لا، شوف الفرق انت بذات نفسك، هتلاقي ان في فرق جامد جدا، واصحابك ذات نفسهم هيعرفوا ان في فرق جامد جدا. فمالكش دعوه الناس هتتريق عليك في الاول، هتقول لك عيش عيشه اهلك، اتكلم بالعربي الكلام ده، بس اهم حاجه انت شايف ايه، اهم حاجه انك تواظب على البرنامج وهتعرف الحاجات اللي هتستفاد منها جدا، وهتشوف نفسك اصلا انك فعلا اتطورت. فحاول دايما انك تتمرس على الانجليزي، انك وانت في وسط الكلام ده تقول مثلا كلمه انجليزي، مصطلح مثلا بالانجليزي، اي حاجه، وعادي لو التريقه عليك. انا في الاول برضو التريقه برضو عليا وخدت تريقه من طوب الارض، بس عادي وكملت وبقيت دلوقتي حلو في الانجليزي الحمد لله بفضل ربنا يعني بفضل البرنامج. فاهم حاجه الممارسه، واهم حاجه انك تعود لسانك على الكلام اللي انت هتحفظه او الكلمه اللي انت تطلع منها بالفيديو. انت اكيد هتطلع بكذا كلمه، بس انا بجيب اللي هو لو خالص يعني فاهمني. بس كده نكمل بقى الفيديو تاني. يلا، يبقى انت كده اول مره استفدت انك خدت معلومات اصلا عن الفيديو لما انت اتفرجت بالعربي. تاني حاجه انت كده استفدت الكلمات الانجليزي حتى لو طلعت بكلمه واحده بس في الفيديوز كل يوم، انت كده طورت نفسك اصلا. تالت مره انت سمعت الفيديو من غير اي ترجمه خالص، فانت كده سمعت النطق الصح اصلا بتاع الانجليزي، الكلام الصح. طبعا الانجليزي اللي احنا بنتعلمه هنا في المدارس اصلا ما يجيش اي صله اصلا بالانجليزي اللي انت هتشوفه في الفيديوز والكلام ده. فالابلكيشن ده حلو جدا، هيخليك تطور من نفسك على طول، 3 دقايق بس مش هياخد من وقتك اي حاجه في اليوم، يعني اكنك فتح فيديوز على اليوتيوب بتتفرج على اي حاجه، هو يعتبر اصلا نفس فكره اليوتيوب بالظبط. فثلاث دقائق مش هياخدوا من وقتك اي حاجه، هتتفرج على الفيديو 3 مرات كل يوم، حتى لو طلعت بكلمه واحده بس في اليوم ده حلو جدا، هتطلع منها بكلمه واحده بس. تاني حاجه هتطلع بموضوع مفيد هتتفرج عليه بالفيديو لما انت تيجي تشغله عربي. ثالث حاجه هتسمع الكلمه دي نطقها الصح بس كده. انا شايف الابلكيشن ده حلو جدا. اخر حاجه الفيديو ده مش ريسبونسر خالص اصلا، يا ريت اصلا هم يكلموني يعني يعملوا ريسبونسر، بس يعني هو مش ريسبونسر خالص ده. انا دورت على طرق بقى، انتوا عارفين الفكره، لا بدخل بقى على اليوتيوب بكتب كيفيه تعلم الانجليزي سريعا والكلام ده، فلقيت الابلكيشن ده ففكرته عجبتني جدا، فقلت لازم اشارككم يعني التجربه دي. فبس كده هسيب لكم اللينكات بتاع التحميل بتاع الاي او اس والاندرويد تحت في الديسكريبشن، يا رب ينفعكم. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان صحابك يستفيدوا. دوس يا كوتش، سلام عليكم.